السائل أبو خالد يقول: بالنسبة للرواتب الشهرية إذا كانت تدخل البنك، كيف أعرف أن زكاتها؟ هذه قضية تعرض لكثير من الموظفين وأصحاب الدخولات الشهرية، والذي يبرئ الذمة أن يضرب موعدا من السنة يخرج زكاة ما اجتمع لديه من التوفير، يحصيه ويخرج زكاته إلى مثله من السنة القادمة، يكون بذلك قد أبرأ ذمته إن شاء الله. نعم.